أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. جراحة العظام والمفاصل اختصاص طبي عرف في السنوات الأخيرة تطورا جد ملحوظ، خاصة مع البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة. المواد التي تستعمل في إنتاج المفاصل الاصطناعية عرفت هي الأخرى تطورا كبيرا، مما سمح بتمديد نسبة الصلاحية إلى أكثر من 20 سنة. قدوم بعثات طبية أجنبية من الخارج ذو سمعة عالمية مكن من ترقية هذا الاختصاص في الجزائر إلى مستوى عالي، مثل زيارة العمل التي قام بها البروفيسور ألان جيلبير إلى مستشفى بن عكنون، أين شارك في عمليات جراحية جد معقدة رفقة البروفيسور مصطفى يعقوبي والطاقم المرافق له. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور مصطفى يعقوبي، رئيس مصلحة جراحة العظام والمفاصل بمستشفى بن عكنون. أهلا بك بروفيسور. أهلا، شكرا على الاستضافة، ونحيو مشاهدي حياة تيفي لهذه الحصة، إن شاء الله يستفادوا منها، واش راح نعطيه لهم من أشياء لهم يتنداروا في المصلحة تاعنا. شكرا بروفيسور. نشاهد هذا الروبورتاج ونعود إلى الأستوديو. مهمات طبية تنظم منذ 2005 لجراحة شلل الظفيرة العضدية بمستشفى بن عكنون بالعاصمة، جراحة لم يكن يتحكم في تقنياتها الأطباء الجزائريون في سنوات ماضية نظرا لدقتها وتعقيدها. Si vous voulez l'accident, il sera في الولادة. في الولادة c'est أطفال يكونوا par exemple des gros bébés و وقت الولادة يعني نجبدوهم بقوة ويحدث هاد لاغاشمون تاع لي نير لي راسين نيرفوز اللي يخرجوا من الرقبة، من يعني وقت الولادة الطفل يجبدوه وعنده الكتف اللي مازال داخل الأم حاصل، ومنها يصرى اون روبتور يعني يتقطعوا لي راسين اللي يروحوا كامل الذراع، ومن بعد يقدروا كاين 5 لي راسين ويقدروا يتقطعوا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، كل ما يكون العدد كبير تكون الشلل يكون كلي، كي يتقطعوا دو غاسين الشلل يكون جزئي، عندك حركه ليبول والبيسبس اللي تكون مشلوله بصح اليد تكون مليحه، لكن كي يكون كلي واليد تكون ما تخدمش هادو أسوأ الظروف، يعني صعب يعني لينا وصعب حتى في الخارج العمليه تاعهم تكون دقيقه وصعيبه هذاك النتائج ما تكونش 100%. حوالي 200 طفل يستفيد من عمليات جراحية ومتابعة طبية لهذا الشلل منذ 2005 من طرف أطباء أجانب بالتنسيق مع أطباء جزائريين الذين يستفيدون من جهتهم بتكوين وخبرة في هذا الاختصاص. Ici depuis de nombreuses années à Bin Aknoun, avec d'abord c'était le professeur Ben Bouzid. Et maintenant avec le professeur Yacoubi, nous ont des missions régulièrement pour nous occuper des enfants qui ont des paralysies obstétricales. C'est des paralysies à la naissance, malheureusement, qui sont assez répandues, et pas uniquement en Algérie, c'est partout comme ça. Et ce sont des enfants, vous en avez peut-être vu un certain nombre, qui sont très handicapés et qui vont avoir toute leur vie des séquelles importantes. D'où il est, ça veut dire qu'il est très important de les traiter dès que ça arrive. Pas à la naissance, mais dans les premiers mois de la vie. Et que si on attend, c'est de plus en plus difficile. Donc c'est la raison pour laquelle il faut les voir, il faut les suivre et il faut les traiter le plus vite possible. وهذا الاستقبال هذا تاع البروفيسور جيلبير مع الطاقم تاعو ماهيش الاولى. رانا من 2005 وحنا نديروا هاد ليميسيون هذوما، وهاد له عندنا 3 اهداف. الهدف الاول ان نداويو الاطفال تاعنا كيما لازم الحال مع مختص، ثانيا نتعلموا الجراحين الجزائريين يتعلموا من ليكسبيريونس تاعو تاع البروفيسور جيلبير، وثالثا لازم نعرفوا ان هاد لا كوبيراسيون هادي راهي تعطينا ليكسبيريونس لينا ثاني نعودوا هاد العمليات الجراحيه يديروهم الاطباء الجزائريين.
يد الأمل جمعية ساهمت بشكل كبير هي الأخرى في تسهيل هذه المبادرات. عندنا دوطخ سبيسياليتي، عندنا دي بينيفول جزائريين، دي ميسان الجيريان، دي ميسان هكذا متطوعين اللي يحبوا يجيو باش يديروا هاد لي زانترفونسيون غراتوي، سافي دير بينيفولمون. نعاونوا لي مالاد اللي ما يقدروش يروحوا للخارج، ما عندهمش بريزون شارج. سافي كرييت هذه الجمعيه طوند لا مان هنايا في الجزائر اون 2012، والحمد لله دوبي 2012 انا سويفينا هذه ليميسيون افيك لو بروفيسور الان جيلبير و سون ايكيب. يافي بزاف لي ميدسان اللي جاو ودرنا دي ميسيون ثاني في وهران في عين تيموشنت، مي هنا في بن عكنو درنا بلوس دي ميسيون، والحمد لله النتيجه راهي تحسنت بالبزاف. الريزلتا راهي فريمون فور، سورتو دراري لي بارون البارح داروا 20 اليوم 20، وغدوه يكونوا بزاف دراري اللي يجوا اللي ما داروش لي غريفون. سافي دير دي كونسلطاسيون نوفو، سافي دير شاك فوا شاك ميسيون كي بدينا من 2012 يافي ان سويفي، شاك دو موا كنا نجيو. سافي دير يا لي كونسلطاسيون يا لي انترفونسيون، والحمد لله البارح الدراري اللي داروا لي غريفون كامل هما اللي هم فرحانين وزون ريكوبيري لا فورس في يدهم، وهذه نتيجة مليحة. وليدي سيتي كربوست عمر من الولاية دو شلف. Il est suivi par le professeur Alain Gilbert depuis la naissance تاعو. Il a été opéré trois fois, que je remercie beaucoup. وتانيك ميرسي بزاف للاسوسياسيون طون دو لا مير اللي راهم واقفين مع هاد لي بتيز انفون، وان شاء الله برك يوغا ان بون ريزولتا. مبادرات يأمل المختصون تعميمها عبر كل ربوع الوطن لتخفيف العناء والمشقة على المرضى وتجنب تنقلهم إلى المستشفيات الجامعية. بروفيسور يعقوبي مصطفى، جراحة العظام والمفاصل عرفت تطور كبير كما قلناه في المقدمة في السنوات الأخيرة، كلمنا على هذا الاختصاص. نعم، على كل حال لازم نعرفوا أن استفادت هاد الجراحة العظام والمفاصل من التكنولوجيا، لان الناس تقول زمان كانوا يقولوا بلي هاد الجراحه هذه سي لا ميكانيك، كانوا يشبهونا لي ميكانيك نقول لا مينويزري ولا كل حاجه. نعم عندنا الوسائل اللي نخدموا بهم كيما لا مينويزري، كيما راك تعرف راك جست في المصلحه تاعنا وشفت لا شينيول والامور هادو مع وكاع هاد بيسك هاد لو ديفلوبمون هذا تندار في لا ميكانيك، ها هو الاختصاص تاعنا تبع هاد لو ديفلوبمون هاد الاشياء اللي راهم دو بوان دو في تكنولوجيك اللي راهم بسرعه سرعه كبيره. شكون كان يقول بلي نوصلوا للسيارات اللي عندهم هذه كاع لا تكنولوجي هذيك نفس الشيء. اذا احنا تبعنا هاد الاختصاص تاعنا وتبع هاد لو ديفلوبمون هذا يا رابيد تكنولوجيك، واستفدنا وين استفدنا؟ في الجراحة تاع تبديل المفاصل. تبديل المفاصل لازم نعرفه بلي مقبل لازم نعرفه ثاني المفصل كي يكون خلاص عنده الارتروز ويعود ما بلي فونكسيونال ما يخدمش، راهو يرجع المريض راهو قريب يكون شغل شلل، راهو سي ان هانديكاب ماجور كيما لي مالادي روماتيزمال. وثانيك لازم نعرفوا بلي الامراض هذه تاع الروماتيزميا تقيس الناس صغار، الناس خاصة في الآونة الأخيرة. نعم نعم، وهادو ما لازم نبدل لهم فاصل، وهاد كي نبدلوا ولينا نشوفوا بلي أن كي نبدلوا المفاصل تاعهم يورا اون ترانسفورماسيون تاع لا في تاعهم، يكونوا متشائمين، كي الناس خلاص فقدوا لو كو على في. يعني بروفيسور هاد العمليات الجراحية بعد نجاحها تعيد بعث الامل. نعم، في نفس الأمل في نفس المريض، والناس تعاود تعيش تعاود يعني ريتروف ان سكوند جوناس وثاني كنكون نشوفوهم كيما باغ اكزومبل النساء مساكن اللي عندهم المرض ديال الروماتيزما اللي يكون عندهم هادو الارتروز هادو كاع تشد لهم كاع في القروش تاعهم كاع يتكل وتولي شغل هونديكابي، نديروا لهم هاد المفاصل يبا المراه هذيك تتزوج دير اون فامي اتسيتيرا، ونشوفوهم هاد الامور هادو. ما تقدروا تجيو نقدروا نوريو لكم كاين دي تيمونياج تاع حد. اذا الجراحه هذه بلا تكنولوجيا هذه وصلنا من لي بروتيز اللي كانوا
يبقاو في الجسم 10 سنوات لحقنا الى بروتيز وين تقدر الصلاحيه تاعها الى 25 سنه. اذا هاد لا تكنولوجي سورتو لي ماتيريو سورتو لا ماتيير اللي نخدموا بها مي ني با ديتيريوري. ونزيدو ثاني كاين امور ثاني تقنيه وثاني سي توت كيما يقولوا سي دي انجينير كي فون هاد الامور هادو تاع لي بروتيز يديرهم دو تيل سورت وين يسابيم با افيك لو طون. وزيدو ثاني كاين حاجه واحده اخرى نعرفوا بلي لو بروتيز كي نحطوهم نديرو كوم سي ان سيمون سي دو سيمون كيما هذا سيمون تاع البنيان. ولينا دركا ما نديروش لو سيمون، عندنا اون ماتيير اللي تشد في العظم وتولي شغل تلصق في العظم وتولي شغل كوم سي سيتي ان كومبوزون تاع العظم. اذا هذه كاع استفادت يعني منها. بروفيسور يعقوبي الاختصاص تاعك استفاد من هاد التكنولوجيات الحديثه. نعم التكنولوجيا. ونزيدوا حاجه واحده اخرى وين راهو شغل سي سبيكتاكولار هي الجراحه بالمنظار لا 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 تو سكي اندوسكوبي. حنا دوكا خلي راح نجوها من بعد بروفيسور. نعم. الجراحه بالمنظار شفنا البروفيسور نوري في الروبورتاج اللي هو بروفيسور في المصلحه تاعك تكلم على لا باراليزي اوبستريكال دوبليكسوس براكيال مرض معقد كلمنا عليه حتى. نعم. يفهم المشاهد على يعني. كل حال هذه لازم نعرفوا بلي هذا المشكل تاع لا باراليزي اوبستريكال دوبليكسوس براكيال لازم نسيباريوها من تو سكي تون رابور افيك لا باراليزي تروماتيك تاع لادولت. هادوما هما الناس هما سي دي زونفون يزيدوا افيك ان تروماتيزم اوبستريكال جينيرالمون سوا سي دي بيبي اللي وزنوا اكثر من 4 كيلوغرام كي يكون يزيد يكون كبير يورا دي ديفيكولتي دو لكستراير. À ce moment-là, on va tirer, c'est des traumatismes, c'est un traumatisme pendant l'accouchement. Quand on tire, et ben qui ne jette de qui وصل l'accrochage un peu chouette de la tête qui juste à la haute تاع المراه يكون ان étirement تاع le cou هذا ويقطع هذا الالياف اللي يدي ولا اليد. C'est pour ça on a la paralysie garde tout dépend du cas. يقدر هذاك يتقطع يقدر لي تغاشي دو complètement de la moelle ويقدر ثاني يكون جوست اون ايلونغاسيون. سي بور سا في الديبي نخليو ربما لا ريكوبيراسيون تقدر تكون اون فوس مانوفر بلا ما يكون الوزن تاعو كبير. سا بيت اوسي اون فوس مانوفر بوركوا باسكو سيرتو كي يكون لا سوفرونس فيتال باغ اكزومبل لو بيبي حابين نخرجوه لاخون سو بريسيبيت نجبدوه اي اون تروماتيز هاد لو بليكسيوس براكال كي دون دونك هاد الشلل هذا تاع لو مومب سوبيريور. وهاد الشلل اللي يقدر يقعد للطفل حياته كاع اذا نو على كل حال لو كان ما كانش تقنيات هذوما على فوالا هادي جابت لنا. وهاد كيما قلتها انت في المقدمه بلي هاد الجراحه هادي راهي معقده ماشي حاجه سهله. هاو الياف تاع اللي تدي باش اليد تخدم وباش مومب سوبيريور يفونكسيون. هاد الالياف لازم نرجعوهم لازم كونتينيوتي كيما الالياف تاع تريسيتي. يعني الالياف تختلط وهي الياف عصبيه اوعيه لازم كل واحد يكون في بلاصتو كيما بار اكزومبل ان كابل الكتريك اللي عنده كل كابل ورايح لحاجه لازم نرجعو هذاك الاوردر هذاك. داير اون بو ريان فير كونت لا راسين هذيك طغاشي د لاموال ما نقدروش نعاودو نرجعو الالياف لداخل لاموال. كاين دي كا وين داير اون اتون ا 3 موا بار اكزومبل ما نوبريوش جوست ابري لا نيسونس نخليو ربما كاين دي كا كاين سيرتان بورسونتاج وين لي زونفون هادوما يريكوبيريو وحدهم. اذا ما ريكوبيريوش كاين جراحه. هاد الجراحه نهضروا عليها اللي هي معقده سي بور سا عندنا ناس نجيبو اخصائيين معروفين البروفيسور الان جيلبير راهو من احسن ومن دي غار ثاني ماهوش كاين بزاف هاد الجراحين في لو موند معروف عنده مؤلفات عنده لاخر سيت انسينون اوسبيتال يونيفرسيتير قرا عنده دي بوبليكاسيون عنده ويجي كل سنه هو الجزائر بروفيسور الان جيلبير. على كل حال هو يجي على كل حال انا وصلنا اكثر من 600 جراحه تاع الاطفال تاعنا دارهم في الجزائر منذ ما 10 سنوات تقريبا من 2012 10 سنوات. ولازم نعرفوا بلي ان من قبل وكان على راس المصلحه البروفيسور الرحمن بن بوزيد اللي راهو وزير الصحه هو اللي دخل هذا الاختصاص هذا تاع جراحه الاعصاب تاع جراحه الالياف العصبيه. وهذا الاختصاص تاع جراحه الاعصاب جراحه الالياف العصبيه تاع لي مومبر راهي بدات في المصلحه تاع جراحه العظام
تاع مستشفى بن عكنون عندها سنوات، والاول اللي بدا في هذا ديفلوبي هذا الاختصاص هذا هو البروفيسور اللي كان مقبل رئيس مصلحه جراحه العظام بروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد اللي هو وزير الصحه، هو اللي الى ديفلوبي هذا لا سبيسياليتي هذه لا سوبر سبيسياليزاسيون سي بلوس كون سبيسياليتي لي دار ميم ان ديبلوم ا يونيفرسيتير لو دي يو لي راهو اللي تي ريكونو ميم ا ليترونجي ان فرانس وين كان يجيب ثانيك des enseignants qui كان نفسهم اللي يقريو لو دي يو هاد لا شيرجي دو لا ماد لا ميكروشيرجي في فرنسا كان يجيبهم لازال هاد الشهاده دبلوماسيه هاد الشهاده ماهيش اكطوالمون باسكو بون يا يو دي بيتيت دي بيتي سوسي كونسيرنون نقدروا نعاودوا نرجعوها فاليداسيون نرجعوها راني انا باتصال مع وزاره التعليم العالي مع راح نشوف ثاني ان شاء الله الوزير تاع التعليم العالي باش يشوفوا لانه هذا مكسب كبير للجزائر يعني مؤسف انه هذا الشهاده تخلاو عليها اختصاص باش نقولوا لازم نقولوها بالاختصاص هذو لي جون شيروجيان ما راهمش يحبوا اي سون با موتيفي بور هاد لا سبيساليتي لماذا يحبوا حاجه واحده اخرى يحبوا لا بروتيتيك يحبوا هذيك الجراحه بالمنظار لأن معقدة لأن جراحات ما فيهاش ربح كبير أيضا نعم ربما فيها هذه وثاني لو ريزولتا ني با اوسي ايفيدون فيها ثاني الأمور الناس يعني سي ان ساكريفيس هذا الجراح سي ان بو شويه ان ساكريفيس وثاني كاين حاجه واحده اخرى يفو ايمي كما انا باش درت هذا الاختصاص هذا تاع جراحه اليد جراحه لو مومبر سوبيريور لا شيرجي نيرفوز كي حبيتها وثاني كان لي باسيونونت واحد كي يدخل فيها يعرف باللي او كونترير سي اون شيرجي اللي فيها اون باسيون اللي فيها الناس تعود تحبها مع الوقت راك تشجع لي زيليمون تاعك باهي نشجعوهم وحنا لازم نعرفوا باللي عندي في المصلحه ثلاث جراحين تاع هذا الاختصاص هذا تاع لو مون سوبيريور وكاع سي دي بروفيسور اوسبيتال يونيفرسيتي راهم مختصين في هذه ويديروا هذه الجراحه لازم تعرف باللي عندنا اون جورني مقبل ثاني كنا نديروا هادية قبل الجائحة هادية حبسنا شوية مع الجائحة تاع الكوفيد 19 لكن كانت عندنا نهار الخميس كنا نديروا إلا الأطفال اللي عندهم هاد لاباراليزي دو بليكسوس براكيال اون ا ريزيرفي اون جورني اوبيراتوار اونيكمون لهاد الجراحات تاع الاطفال هذوما يجوا مع والديهم يجوا مع يماهم يجوا من التراب الوطني كل ولايات الوطن كلها وعندنا اون ليست داتونت تري 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 امبورتون وحنا واش نديرو لازم تعرف بلي ما لازمش نلحقو الى 3 سنوات اذا شغل يعني بريوريتي اللي راهم قريب لهذيك 3 سنوات باش نديرهم رابيدمون باش ما يلحقوش ان سيرتان اج وين نقدروا نديروا والو خاطر كاين واحد لكن لماذا هنا فتحت مشكل اخر بروفيسور اذا تسمح لي هاد المواعيد اللي بعيده انا كنت دخلت مؤخرا عندك على مريض من ولايه المسيله من بوسعاده عنده اكثر تقريبا سنه يعني لولا التدخل تاعك وانت مشكور بدون مجامله لا هذا المريض هذا اون بروتيز لونش اللي مازال يقولوا له عاودوا لي لكن يجب ان نجد حل لاخواننا المواطنين خاصه اللي يجوا من الولايات النائيه لانه المواعيد 6 اشهر سنه كبيره بزاف شوف كاين حلين الحل الاول على كل حال مام لي زوتوريتي السلطات راهي وراهو جراح كيما حنا بروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد راهو كيما حنا ويعرف المشكل هي شوف كاين دو شوز لازم لي ستركتور لازم مستشفيات في كل اماكن ولازم لا فورماسيون على سبيل المثال نقول لك بلي حنا عندنا سكون ابل لي جوملاج التوأمه مع لي زوت درنا ثاني في ورقلا درنا في بسكلا درنا في ولاد جلال درنا عندنا توت اون تراديسيون دو جوملاج الهدف تاع جوملاج شنو هو نروحوا اون ايكيب حنايا كوم لي جون اي سون سبيسياليزي وثاني عندهم تجربه في لابوز دي بروتيز باغ اكزومبل نروحوا الهدف شنو هو الهدف الاول هو ان نديروا دي بروتيز فابوز دي بروتيز يا دي مالاد كي اتوند منا باش ما يجيوش من هذوك الاماكن من ورقلا من الاماكن هذيك الواني يجيو للجزائر لي غروند فيل نحيو لهم هذاك التعب هذاك ولا هذاك الشقوه هذيك وثانيا بور لا فورماسيون دي جون راهم تما لما يديروا سيرفيس سيفيل نروحوا نعلموا لهم باش نعاودوا ما نزيدوش نحنا مازال لي التوأم هذه اللي مازال حبسنا شويه في هذه الحاله تاع الكوفيد 19 بصح ان شاء الله ديسي مور رمضان باذن الله
نعود نوليو لهاد التوأمة اللي عندها يعني عندنا. لكن عندنا حتى أنت عندك عندك تواصل مع وزارة التعليم العالي بروفيسور، لماذا احنا نحتاج هاد الجراحين تاع جراحة العظام والمفاصل، خاصة هاد لي سور سبيسياليتي تاع لا شيرجي نيرفوز لا شيرجي دو لاما لي بروتيز، لماذا ما نكونش أكثر؟ يعني إذا رانا نكونوا في العاصمة تقريبا 30 جراح عظام سنويا نكونوا 80، ورئيس الجمهورية كان قال نكونوا، قال الإمكانيات كاينة والدولة سخرت الإمكانيات، لماذا وزارة التعليم العالي دوما ديرنا هاد السياسة لي كوطا لي كوطا ليميتي؟ هذه صح، هذه حقيقة، على كل حال فيها تانيك تدخل في أمور تاع لي بيجي وسا هكذا ما نقدرش، لكن الإمكانيات المادية رئيس الجمهورية يقول أنه صحة المريض ما عندهاش ثمن، كاين إمكانيات الحمد لله البترول راه 120 دولار. بارك الله فيك، هذه راك قلتها من قبيلة. دركا لا تكنولوجي اي تجيب حاجه ايجابيه لا ميدسين، و بلوس لا تكنولوجي راهي ديفلوبا بلوس لا سور سبيسياليزاسيون، ا بيزوان دو سور سبيسياليزي، سيتادير الجراح دوكا جراح العظام ما يقدرش يكون سبيسياليست دو تو، كيما نقولوا يدير الجنو يدير لا اونش يدير تريك بالمنظار لا شيرجي نيرفوز لا شيرجي دو راشيز ايتترا. حنا الهدف الرئيسي اون نوت كاليتي دوسبيتال يونيفرسيتي، راني رئيس تاع الكوميتي بيداغوجيك لا شيرجي اورتوبيديك، اذا لوبجيكتيف دو لا فورماسيون تاع الجراحين في الاختصاص تاعنا هو يولي موش عنده اختصاص كاع تاع لا شيرجي اورتوبيديك، يفوكلي يكون عنده اتجاه سور ان بوين ان بوين بيان اونتوندو، لازم يكون ثاني يحب لا سبيسياليتي هذيك لا سو لا سو سبيسياليتي ولا لا سور سبيسياليزاسيون، يروح ليها هكذا يكون يرى لا كاليتي لا فورماسيون، يعني جوده في العلاج. نعم جوده في العلاج، يعود عنده شغل اون اكسبيرتيز، يعود ان اكسبير في هذيك الاخر، باسكو من لا قدر الله انا عندي مشكل في اليد نجي عند بروفيسور يعقوبي يقول لي هذا اختصاص تاعي، نقول له عندي مشكل في جوني يقول لي يروح نوجهك. كاين ناس يعودوا معروفين داير اون فرانس، اون فرانس يقدر ميم يحط في لا في لا في لا بلاك تاعو بلاك شيرجيان دو لا مان شيرجيان دو جنو ولا شيرجيان دي تومور ايتترا، وهذه كاع شغل سي دي تيتر، سي دي تيتر يونيفرسيتير عنده ديبلوم وكلش. هاول علاش هذا هو المبتغى، هذا هو المبتغى، باسكو سي امبوسيبل امبوسيبل يكون جراح اورتوبيديست شيرجي اورتوبيديست يعرف كاع لي مومبر يعرف كاع لي شيرجي، سي امبوسيبل، يعرف شويه شويه شويه. حنا نفورمي اون فورم دي شيرجي اورتوبيديست على فان دو ام اس وين يقدر يدير لا تروماتولوجي توت لا تروماتولوجي بصح بالاختصاص باش يولي شيرجي تاع راشيس ولا شيرجي دو لا مان دو مومبر سوبيريور لا شيرجي نيرفوز واللي مختص في لي ديفورماسيون دو لونفون ايتترا. هادوما كاع باش نكونوا فريمون اون سيبل لا سبيسياليتي دون مانيير ايفيكاس، وين هاد الجراح يعود يخدم كونفونابلومون يعود يفا سانتيريسي يعود يدير دراسات يعود يدير يروح للخارج يتعلم. يجب ان نذهب الى الاختصاص الدقيق. الدقيق اكزاكتومون سي لو تيرم سي لا سور سبيسياليزاسيون لا سي لا توندونس دوكا. هذا المرض اللي كنا نتكلموا عليه اللي جاء عليه البروفيسور ألان جيلبير من فرنسا وشارككم في هذه العمليات تاع لا باراليزي اوبستريكال دو بلكسوس براكيال، اسك لي ميتريزي بار فو زيليم؟ شوف ما نقدرش نقولوا لي ميتريزي ميتريزي 100% باسكو علاش لازم اون فورماسيون. ونزيد كاين حاجه واحده اخرى، هاد لا شيرجي اورتوبيديك اي بارتيكولارمون شيرجي نيرفوز راهي اون ايفولوسيون. زمان كنا نديرو دي سيتور نيرفوز، كنا نديرو دي سيتور كوم سا، وبعد جا لو ميكروسكوب عدنا نشوفو مليح لا سيتور اللي بوكو بلو بريسيز، وبعد جات لا كول بيولوجيك، ودركا ثاني كاين سكون ابل دي سوبستيتو سيتادير لي نير نقدروا نديرهم نغريفيوهم بلا ما نحيو من 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 الجسم. كاين دي نير، كاين دي نير كيما كان يديرهم البروفيسور جيلبير، هاد لي نير يتنخدموا دي نير دو كادافر تريتي اي تو سا كي نو زيد ان بو ا ريباري اي ا فير دي غريف، دونك لو ديفلوبمون اي كونتينيو. وهذا باش الجراحين تاعنا يكونوا هكذا يخدموا يجب تكوين مستمر، لازم تكوين مستمر، والتكوين المستمر لازم هاد الناس كيما جيلبير كيما تانيك لي زوتر او عنده تانيك لي كولابوراتور دي زاميريكان تانيك باش حتى في الطاقم كنا شفنا امريكيين كان امريكيين، هادو يجيو يجيبوا ليكسبيرتيز تاعهم وحنا نسحقوا هذيك ليكسبيرتيز. وثاني كاين حاجه واحده اخرى، نسحقوا ثاني نروحوا لي كونغري، نسحقوا نروحوا دون دي سيمينير دي فورماسيون
لازم تعرف باللي هذا الموضوع هذا بروفيسور يعقوبي سنعود له في الشطر الثاني من الحصة. فاصل قصير ونعود. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في الشطر الثاني من برنامج أديان. موضوعنا اليوم جراحة العظام والمفاصل، دائما رفقة رئيس مصلحة العظام جراحة العظام بمستشفى بن عكنون البروفيسور مصطفى يعقوبي. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود. قطاع الصحة يحتفي اليوم بضم بروفيسور مختص في جراحة العظام، يزيد إضافة في القطاع بحضور وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ليس كوزير بل كأستاذ جامعي وجراح عظام. سعيد جدا نحضر للتخرج تاعو كريم أيت علاوة من أحسن ومن أفضل تلاميذ وعددهم كبير اللي كنت نشتغل معاهم. العمل نتاعو هو بالنسبة لجراحة الركبة والتواء الرضفة لروتيل شيء مهم وشيء يعتبر عمل ويعتبر من أعلى مستوى، لأنه غير كل المعلومات السابقة اللي كنا نعرفوها، لأن تقنيات جديدة ومعلومات جديدة بفضل اليرام بفضل تطور العملية الجراحية. حقيقة هذا العمل نتاعو لاتيز هذه نتاعو إن شاء الله تصبح بالنسبة للطلبة الجايين أو حتى أعلى من طلبة تكون عندهم فرصة بقراءة هذا باش يزيدوا يتربصوا ويزيدوا يتعلموا أكثر. Le sujet de ma thèse, il a été sur une pathologie qui reste mal connue, c'est la luxation de la rotule. Il y a eu beaucoup d'apports récents dans la recherche bibliographique. J'ai été honoré aussi par la présence du ministre de la Santé, qui est notre professeur, professeur Ben Bouzid. J'ai été honoré et félicité par lui. Je ne peux qu'être l'homme le plus heureux sur Terre aujourd'hui. حضور وزير الصحة في هكذا مناسبة يحظى برمزية كبيرة تعطي نفسا جديدا للأساتذة الجامعيين لترقيتهم لمناصب عليا. أنا جد سعيد بحضوري في تخرج دكتور أيت علاوة كريم اللي دخلنا أنا وياه في نفس سنة لكلية الطب، وكان زميلي كطالب وكان صديق وأخ. أنا جد سعيد أنه ولا أستاذ جامعي بروفيسور أم ميدسين. إذن اليوم كانت أطروحة على المناقشة ثاني على لاتيز تاع تروازيام سيكلا باش الطبيب اللي هو استشفائي جامعي واللي أستاذ هو أنه درس ما بين عمليتين جراحيتين على الجنو، وهاد العملية الجراحيتين هادوما دار فيهم مقارنة وشاف بلي ريزولطا ان من هاد شكون اللي خير من هاد العمليات الجراحيه. دان تري او نيفو فريمون دان تري او نيفو اون 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 فريمون دو كوا ايتر فيير بارابور ا ليترانجي. انا الشرف ان كنا على راس هذه المؤسسه وتخرجوا منها ناس يعني نابغه في الميدان هذا. رفع مستوى الصحة في الجزائر والسير على مسار الدول المتقدمة الهدف الأول لوزارة الصحة الذي سينيره نوابغ تخرجوا من رحم جامعات الجزائر. كنت كلمتني في الشطر الأول من الحصة على البحث العلمي والتقنيات الحديثة التي أدخلت على هذا الاختصاص وعلى الاختصاص الدقيق، يعني لسور سبيسياليتي. الجراحين تخصصوا في اليد، جراح تخصص في المفاصل، العمود الفقري في العمود الفقري والأورام وغيرها. وكنت قلت لي أنه يجب دي كونغري، يجب مؤتمرات، يجب تكوين. تكلمنا على البروفيسور جيل ألان جيلبر اللي جاء مع أمريكيين وطاقم تاعه زاركم في مؤخرا وراح يجي إن شاء الله في شهر ماي، راح سيعود إلى الجزائر للمشاركة في عملية جراحية معقدة. يجب تكوين مستمر. بروفيسور يعقوب يقول يجب تكوين مستمر حتى نولو اون ميتريز هاد لا تكنيسيتي، حتى نتمكنوا من هذه الاختصاصات الدقيقة. ويجب أيضا أن نبعثوا الأطباء المقيمين، الأطباء المختصين إلى الخارج.
أين نحن في البحث العلمي؟ على كل حال لازم نعرفوا أن الجراحين تاعنا راهم عندهم يشاركوا في المؤتمرات دي كوميونيكاسيون دو نيفو. لازم نعرفوا كنا نشوفوا دوكا لي كونغري انترناسيونال كسوا في اوروبا او في المدن ميم في امريكا ميم لي سوسيتي انترناسيونال لا ماشي غير في المدن كيما فرنسا ولا في الدول الاخرى راهم سون طاجور لي شيروجيان الجيريان وتديك لي ميديسان الجيريان. لازم نعرفوا بلي حنايا رانا في الحمد لله ناس راهي تتبع في هاد تو سكي سو ديفلوب en matière de médecine en général. لكن لي فورماسيون تكوين في الخارج بروفيسور يعقوبي نشوفوا باللي في الاونه الاخيره ما ناش نبعثوا بزاف ناقصين. على كل حال لازم نعرفوا ثاني هذه حاجه ثانيه لازم جو في ان ابل انا لوزوتوريتي لازم نعاودوا نوليو اليا كلكو زاني. انا جي بينيفيسيي دو ستاج على ليترونجي. انا تعلمت لا شيروجي دو لاما في فرنسا لان كاين لا كوبيراسيون يافي اون كوبيراسيون فرانكو الجيريان en matière de formation. كنا نروحوا دي ستاجي تو سا ونتعلموا هذه راهي ناقصه ما ناش نشوفوا فيها. وثاني كمان في المستشفيات زمان كاين دي ستاج ولو انا لي ستاج دو بيتي دوري تاع شهر في لا فاكولتي دو ميديسين ثاني كاين دي ستاج مي انا نشوفوا راهم ماشي برك ناقصين راهم منعدمين. من هذا المنبر نوجه نداء لوزارة التعليم العالي بروفيسور يعقوب يقدر يجيب البروفيسور ألان جيلبار وأمريكيين يجيبهم مرتين ثلاث مرات في السنة حتى يكونوا الأطباء تاعو وهذو ما عندهم سمعة عالمية. لكن آلاف الأطباء الجزائريين ما عندهمش هذه الفرصة ونتمنى أن وزارة التعليم العالي وعندها ميزانية كبيرة ونعرفوا أن البحث العلمي عنده ميزانية كبيرة يخصص هذه الميزانية حتى يرسل الأطباء تاعنا يتكونوا في الخارج لأنه لا ندري أين تذهب هذه الميزانية. بروفيسور يعقوبي تكو تكلمتني على ايضا على الارتروسكوبي والارتروسكوبي هذه الجراحه بالمنظار نعرفوا عندنا ونعرفوا ان مستشفى بن عكنون مرجعيه في الارتروسكوبي وهذه تفادى المريض انه تحلوا. ناخذوا على سبيل المثال المرضى اللي يديروا رياضيين دو اونيفو رياضيين اونيفو خاصه لي فوتبولور عندهم لي ليزيون مينيسكال بزاف. اللي تحضر مع فوتبولور بعد 10 20 سنه يقول لك المينيسك انتم مرجعيه كيفاش راكو تعالجوا لو مينيسك ولا لو جنو في مستشفى. هذه ثانيك تدخل في واش قلت في الانترودكسيون تاعك باللي رانا نتبعوا لا تكنولوجي. المنظار سي كوا سي اون فيديو سي اون فيت سي اون كاميرا. الكاميرا هذه تسمح لنا باش ندخلوا في الارتيكولاسيون ونشوفوا كلش بلا ما نحلوا. اذا تسمح لنا باش نشوفوا دونك اون في لو دياغنوستيك كما قلتها من قبل وثاني باش اون ريبار. ودركا لازم تعرف لي زون مينيسكال اون في تو بور نو با انلفي لو مينيسك. لو مينيسك عنده اون غروند يوتيليتي يسمح للارتيكولاسيون باش ماشي كيما بكري نحيلو المينيسك نحيلو المينيسك دركا اون سوتور لي زون مينيسكال سوف دون دي كا بارتيكولي وين اوبليجي دو ريغولاريزي ولا نحيو دي شوز لي ما يقدروش كي نو بوف با سيكاتريزي. وهذه واش كيما راك قلتها راك هضرت على لي فوتبالور. لي فوتبالور اون فو لا ريكوبيراسيون رابيد اللي عنده مينيسك علاش لازم نحلوه ويريح سي موا بور ايكيبي ولا بارفوا بلوس اون بليس دو سا نزيدو ثاني كون توش يعني فوتبولور لو كان نقولوا له تريح سي موا راحت له لا سيزون راحت له لا سيزون ثاني لا شيروجي هذيك كنا نديروها راهي شويه اغريسيف. اذا هذاك ديروا له بالمنظار سي دي بتيت دي بيتي زوريفيس ندخلوا فيهم لي زانسترومون ندخلوا فيهم لا كاميرا باش نشوفوا لا ريباراسيون زيدوا ثاني اني با اوسبيتاليزي المالاد يدخل الصباح العشيه راهو في دارو رانا ربحنا ان لي اون بليس دو سا لا ريكوبيراسيون رابيد بدا لا ريدوكاسيون رابيدمون يعني لا شيرجي امبيلاتوار سي اون شيرجي امبيلاتوار و ثاني كشن نون اغريسيف ميني انفازيف اون في تو بور نو با اوفير دوكا دار الجراحه تاع العظام راه اون اي اون تران دو تو فير باش ما نحلوش العظم ما نحلوش هذاك العضو هذاك كيما دوكا هذاك لو ديفلوبمون تاعك زمان كي نديرو دي بلاك بور لو فيبر باغ اكزومبل دوكا مي بلو دو بلاك on met des clous ندخلوا من الفوق ام بيتي انسيزيون من الفوق من جهه تاع لا بارتي سوبيريور تاع لو فيمير وندخلوا لو كلو هذا كي فا ستابيليزي لا فراكتور بلا ما نحلو بيا كيما شفنا في الروبورتاج ثاني شفنا هذا لو جون ميتر اسيستون اللي كان عندك وطلع بروفيسور وانت ساعدته هو كثير يعني نسموه البروفيسور ايت علاو كريم حتى البروفيسور عموره انت ساعدته وشجعتهم باش يطلعوا من الكراد دو ميتر اسيستون كراد دو كان قدم عرض انا كنت حضرت العرض تاعو في القمه يعني بدون مجامله العرض تاع البروفيسور ايت علاو كريم
كان في مستوى عالمي. على واش راك تهضر على لي كلو على لا بروتيز؟ كلمنا باختصار على التقنيه هذه. هذه شوف على لا تيست تاع البروفيسور تاع اللواء اللي نحييوه ونقول لهم مبروك عليك انكور اون فوا. مازال نا با ديجيري لا كيما يقولوا لا بروموسيون لا بروموسيون. على كل حال نتمنوا له ثاني ان شاء الله مازال عنده ان كونكور عنده امور لازم يكمل فيهم ربي يوفقه ان شاء الله. التقنيات هذه اللي دارها ليتود اللي دارها هايد الي دو رونومي مونديال الى كومباري دي تكنيك دو تكنيك يشوف شكون خير. وهذا هو الهدف تاع tout ce qui est comment dire recherche, c'est de voir est-ce que la technique ancienne technique elle égale la technique jdida. سلبيات والايجابيات في التقنيتين. هذه هي لو بوت تاع واحد شيرشر سي دو تروفي ميو. سي سكي لا في بروفيسور تاع وكان خدا كم رجعيه البروفيسور بن ضيف الله. وي بن ضيف الله دار ديجا اون ايتود وهو كمل على ليتود تاعو بصح دار ان ايتود كومباراتيف. C'est-à-dire qu'il a amélioré ce qui a été fait aux États-Unis, à la marjaïa, tout ce qu'il a fait comme recherche, tout ce qu'il a ressorti comme bibliographie, c'est des trucs récents. C'est-à-dire les études d'Etat par rapport à ce qui se fait à l'étranger. حتى كنا شفنا انت كنت عضو في لجنه التحكيم كنت في لو جوري كنت في عضو في لو جوري اللي كانوا معك لي زونسيان بروفيسور تاعنا نوزيني كاين اللي قال لك حنا تقنيات ما عرفناهمش منهم بروفيسور بن باكوش بروفيسور لارابا قال لك حنا اون بارتيون جينيراسيون اللي ما كناش نتعاملوا. صح هذه هي هذا هو باش نبركو جو رجوان بو واش قلت من قبيله باللي لي ميدسان تاعنا sont très très intéressés en matière de recherche. Hadar nta qbila ala les congrès tout ça. Lazem nqoul lek belli les congrès bach ta3rf belli que veut dire hadik la soif d'aller comme ça chercher de la science, chercher des connaissances à demain kayen certain win le jrah ntaani rahou parler pour moi. Ha ta3rf kifach pour un congrès les inscriptions qui coûtent cher, inscription de comme kach taht 500 euros. لازم تعرف باللي ان الناس تروح بالور بروبر موايان باش يتعلم باش يجيب العلم هذاك للبلاد باش يداوي به جزائريين. ومن المفروض ان وزاره التعليم العالي هي اللي تسجل و 500 يورو يعني هذه غير انسكريبسيون. لكن يفو فوار ثاني كاين يفو يعني لما تسافر التذكره تاعك انا عارف التذكره في خطوط الجويه الجزائريه لازم ملايين ولازم يعني الطبيب هذه المبلغ هائل لكن الوزاره التعليم العالي هذا مبلغ ضئيل مقارنه بالميزانيه تاعو مزهيد. تفضل البروفيسور. نعم اذا هضرت على لي زيتود هذوما لازم تعرف بليك الجزائريين الحمد لله على كل حال ماش انا نقولها الناس في الخارج يقول لك فوزاد دوي هذه يقولوها لنا الناس الجزائريين ما تروح شوف ما كاش مكان تروح فيه. هذه على سبيل المثال فرنسا خاطر عندنا ان بو شو كيما نقولوا دي ليان سيونتيفيك مع لي فرونسي. وعندنا تقريبا يقولوا عندنا 17000 طبيب جزائري في فرنسا ما نقدروش نكروها. شوف ما كاش مكان في فرنسا تروح وين تروح ميم دي زوندروا ايلواني دي بتيت فيل ومن هنا ما تلقاش ولو جزائري في مستشفى تلقى دائما وثانيك معترفين بالا كومبيتونس تاعهم وكلش. هذه ثاني لازم ثاني نقولوها ماشي ساهل لي زيتود اون ميديسين سون با دي زيتود سامبل اون ميديسين ميديسين اون الجيري سي لي بلو ديفيسيل في العالم ليس سنوات في العالم سبع العالم باسره بعالم في باسره لي هادوما لي زيكزام لي تروك سي تري تري سيفير. نزيد نقول لك حاجه هاد العام شحال لا موين باش داروا ميديسين 16 دو موين اون باك في الباك ما كاش بلاد تلحق لازم يكون عندك 16 دو موين باش تدخل لكليه الطب. اذا لازم تبين بان الحمد لله لونيفرسيتي الجيريان كليه الطب عندها سون تخيك سا رونومي مونديال باش تشوف باللي الاطباء وذلك الناس يجوزوا دي كونكور اليترونجي يكونوا بارمي لي بروميي parmi les premiers les deux les لكن للاسف بروفيسور يعقوب اذا تسمح لي لانه انت وضعت الاصبع على الجرح لماذا هاد الاطباء تاعنا نخلوهم هكذا يروحوا لترونجي وشفناهم كي يروحوا للخارج يتطوروا اكثر واحسن ويترقاو ويتقلدوا مناصب لماذا ما نحتفظوش بهم لاننا نحتاجهم؟ نعم هذه لازم نشوف الطبيب يسحق زوج حوايج لازم نقولها. طبيب حبك باش يوصل جراح مختص شحال يكون في عمره؟ شحال هاوي باش يلحق هاوي سبع سنوات باش يكون جينيراليست 5 سنين باش يولي
سبيسياليست وعام باش يحضر الامتحان تاعو تاع باش يولي ميتر اسيستون منا باش نلحقوا الاخر. حاوس ديسيدي لونغ يحتاج جوج حوايج، يحتاج باللي خلاص دخل في هذا التيك تاع لا ريشيرش يسحق باش يكون اجور يكمل ستادي ما يحبش، وهذه اعطي له une atmosphère où il peut développer ses connaissances, où il كمل وين يكمل ستادي غير veut faire de la recherche يحب يولي اوسبيتال يونيفرسيتير. لازم نحلوا هذا الباب. ثانيا الطبيب اللي قرا كاع هكذا لازم له ثاني عنده استياسيون سوسيال تاع تناسب لو نيفو تاعو انتيليكتوال. هاد الزوج هادو ما نقدروا نوصلوا لهم، نقدروا اون لي ميلونج سي لي كونديسيون فافورابل كل ميدسان جيري يبقى في بلادو. ممتاز بروفيسور يعقوبي، كنا شفنا في أزمة الكوفيد أنه الفيتامين دي كانوا يمدوها حتى كدواء، يعني لما تروح عند طبيب. احنا كنا من هذا المنبر درنا عدة صرخات وقلنا من مدوش دواء بدون وصفة طبية، وجهنا نداء والحمد لله النداءات هذه كانت قد تلقت استجابة. شفنا لا فيتامين دي كانت من بعض الأدوية اللي مدوها اون كارونسون فيتامين دي، لأنه الفيتامين دي تقوي المناعة. نعم. والفيتامين دي نعرفوها أنها علاقة عضوية بالعظام. نعم. بالعظام باختصار فهمنا العلاقة. هي لكل حال فيتامين دي وشن هي؟ هي الناس ما قدرش يقولوا اسكو نسميوها فيتامين ولا هرمون. سي تي هرمون. واش تسمح لا فيتامين دي؟ تسمح الكالسيوم باش يدخل في الانتستان. والفيتامين دي سي كوا اون رياليتي؟ ماشي حاجه اللي نجيبوها في الماكله ولا سي اشعه. الاشعه تسمح وين لو ديفلوبمون تاع لا فيتامين دي، باسكو حنا اون برودوي دو لا فيتامين دي. هاد لا فيتامين دي هذا باش تكون عندها ليفيكاسيتي سو لوس لازم الكالسيوم. الكالسيوم ما يقدرش، سي كوم شغل مفتاح يفتح الكالسيوم باش يدخل لو كور، باش يدخل في الانتستان، باش يفايت ابسوربي، باش يروح il développe le علاش ثاني نمدوه par exemple comme supplément la femme enceinte، لان الكالسيوم تاع لا فام اونسيت كاع يروح عند الجنين pour former les dents pour former l'os pour former les trucs qui sont en rapport avec le calcium. اذا نعطيو هذا لو كالسيوم هذا ما يقدرش يخدم وحده بدون لا فيتامين دي. وثاني اكتشفنا ثاني ان هذا الفيتامين دي ثاني يدخل في المناعة تاع الإنسان. سي بور سا دايور سا في بارتي دو بروتوكول تاع الكوفيد 19 ولا راك شايف اللي عندهم نقص في لا فيتامين بعد التحاليل الطبية. كاين مام يمدوه كوم سا دون مانيير هكذا شغل بروفيلاكتيك ان بو بريفونتيف كيما نقولوا، كيما نمدو باغ اكزومبل لو زانك لا فيتامين سي، نمدو ثاني لا فيتامين دي. سي دي بتيت زامبول كون بو بروندر اون فوا تو. واللي عندهم نقص في لا فيتامين دي هل يقدر يكون عندهم هشاشة في العظام؟ نعم بس ça fait partie, ça fait partie. D'ailleurs, le traitement de هشاشة العظام, de l'ostéoporose, c'est la vitamine D, calcium, vitamine D. باش يسمح هذاك لو كالسيوم يدخل في الجسم. لو كالسيوم نمدوه كدواء والفيتامين دي أو كمكمل غذائي؟ هو على كل حال كدواء إذا كان مخصوص. إذا واحد كيخص حاجة تولي دواء. إذا إلا دخل في لا كارونس وين لازم نعرفوا ثاني فو با ثاني لوتوميديكاسيون. لا فيتامين دي ما لازمش تكون ثاني ديباسي لو سوي، تولي هاد هرمونا تولي ضرب ضر اكثر. اذا يا دي زاناليز يا دي ميدسان دي ريماتولوج عندهم لو بروتوكول تاعهم دو سويفي دو سويفي اي بيان اونتوندو دو تريتمون اي دونتروتيان. بروفيسور يعقوبي، مستشفى بن عكنون كما قلنا في الشطر الاول من الحصه مرجعيه في تبديل المفاصل الاصطناعيه، هل المفاصل هذه موجوده عندكم حاليا؟ نعم على كل حال موجوده. لازم نعرفوا باللي الطلب كبير، راك على بالك راك طبيب وراك على بالك باللي ان العدد كبير ماهوش سهل. ديروا كاع المفاصل؟ كاع المفاصل. قال لي بول جنو اونش جنو اونش لي بول. وثاني رانا نديرو ثاني كاني مختص في هذا الاخر اللي دخلت هذا لا بروتيز تاع لي ترابيزوم اي تاكابيان بول لي ريزارتروز رانا نديرو فيهم. عندنا عدد كبير من هاد عندك ليست داتونت عليها؟ كاين ليست داتونت، كاين توجور ليست داتونت. ولي ليست داتونت سي سا البروبليم. المواعيد اللي لاحقه شحال؟ سا ديبون. لازم الناس تعرف كاين حاجه، باسكو الناس يقول لك كيفاش انا جيت قبل هذاك وهو دار العمليه. بروتيز ماهوش كيما السياره اون بياس، لا كل واحد عنده اون بروتيز ادابتي. كاين لي طاي، ربما كاين واحد لي طاي تاعو
les tailles des pièces de la prothèse sont disponibles, l'autre, elles ne sont pas disponibles. Quand les gens ne savent pas ce qu'il y a de l'homme, ou quand il y a d'urgence, je connais qui est en train de faire le fauteuil roulant ou qui est en train de faire c'est celui qui est vraiment handicapé. Et ça, c'est la priorité. Et c'est ce qui nous a un peu la liberté aux chirurgiens. Ils ont un homme, le listing, ils ont la priorité. Mais نقص في هل يجب تعزيز مصلحة مستشفى بن عكوم بأطباء آخرين؟ نعم لازم باسكو باش نفهمك المصلحة تاعنا فيها ثلاث غرف تاع العمليات بور لا شيرجي اورتوبيديك وغرفتين بور لا شيرجي دورجونس بور فير ان بو وثانيك سي ان غران سيرفيس وكاين ثاني واحد لونيتي رانا نديفلوبي فيها باش نحلوها ثاني باش نخدموها راهي في ان بروجي دونك العدد تاع ليلي ايت امبورطون اي كي يدير العدد تاع ليلي امبورطون لازم ثاني الجراحين لازم يكونوا كيما لازم ما ننساوش بلي كاين لورجونس لورجونس سي دي غارد 24 ولورجونس للاسف انت من نقطه رانا ننتقل لنقطه اخرى بروفيسور لورجونس احنا نعرفوا اللي صرا له انتم جايين على لوطوروت بن على المستشفى تاعكم على لاكسروتي هذاك والمستشفى الوحيد ربما في الجزائر كاع اللي فيه كل الاختصاصات تاع العظام ريماتولوجي ريديكاسيون فونكسيونيل ونورولوجي اللي نيمبورت كال اكسيدون لا روت لي تروماتيزم يجيبوهم المستشفى بن عكنون سا ديبون كاين لي تروماتيزي اللي عنده برك كسر ولا حاجه تاع لا ما نحكوش على تروماتيزم كرانيا ولا نورو شيرورجي ولا شيرجي توراسيك هذاك لازم هذاك لازم باسكو على البرونوستيك فيتال حنا سي ان بو حنا ما يموتش بلا نعطيك مثال بروفيسور يجيبوا لك كان تروماتيزي اللي عنده تفتحت له يده ولا رجله حنا نعرفوا كي تفتح كاين ثاني الاوعيه والشرايين وجرحه الاوعيه والشرايين موجوده في مستشفى سينماس هل هذا عائق في هذا عائق انا يجيب لك لما يجي الحمايه المدنيه تجيب لك ولا حتى المواطنين يجيب لك السياره تاعو نقولوا انا نشوفوا حتى حروب العصابات يجيب لك واحد مضروب بالسيف وهذه نشوفوها كل يوم افتح له كاع العروق يجيبوا لبن عكنون انت ما تقدرش تخليه بلا ما تبعته لانه يقدر يموت في الطريق واش دير له حنا على كل حال لازم نعرفوا بلي ان ليديال سي كوا سي كيلي في ان اوبيتال كما يقولوا ان اوبيتال ملتي ديسيبلينير ميم هذا لو بولي تروماتيزي واحد اللي يكون باغ اكزومبل جا افيك اون ريبتور دو رات ولا او ميم طون دون بروبليم توراسيك ولا اونتر اوتر اون فراكتور دو فيمور ولا مليح يكون دون ان اوبيتال وين فيهم كاع لي سبيسياليتي الى جاز برونوستيك فيتال الى on a sauvé ça, la vie tao. Et maintenant, il faut peut-être stabiliser le fémur tao. Alors, le service d'orthopédie, là, à côté. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un EHS spécialisé dans l'appareil de commenteur. Mais en douche, les autres, là. Là, on a la quelle vasculaire. La vasculaire, on est obligé de battre. Il dit, avec un problème, où on suspecte qu'il y a une lésion vasculaire, il va au CNMS, qu'on lui répare, qu'il y ait un avis d'abord. باسكو يا ان بروبليم يعني سو بلون ميديكو ليغال ما تقدرش انت ما تقدرش تروح غدوه ان شاء الله كاين اون كومبليكاسيون يقول لك علاش مصيبه يقول لك على ما ديتوش على ما بعتوش اون في با افوار ان سيرفيس دو شيرجي فاسكولار في بن عكنون سي بيان كاين دو حلين مليح واش راك تقول راك طبيب راك كيما تقول على بالك الامور هذوما ليديال سي كوا سوا اون ان سيرفيس دو شيرجي فاسكولار اللي يكون معانا في الاخر في لا ستركتور او بيان تو سامبلومون que notre spécialité qu'on nous autorise à réparer had les vaisseaux parce que là ça fait partie had ntaallmou had la réparation des vaisseaux في la spécialité de la microchirurgie اللي تدخل في الجراحه تاع الاعصاب وحنا حتى نفهموا المشاهدين الكرام نحكوا على لا شيرجي تروماتيك يعني ما نحكش هو فاسكولار اللي راح يوبيري اون ديسيكسيون دو لا اورت ولا هذاك سي سبيسياليتي فاسكولار كي ا توشي اي لي نير اي لي توندون اي لي فيسو il faut qu'on répare les trois Eh ben le vaisseau, c'est bien, le connaît l'arco, la spécialité de l'arco, de la chirurgie vasculaire traumatique. Traumatique. Donc, on précise le traumatique, le truc, même côté, bien sûr, un conflit d'intérêt avec les chirurgiens vasculaires, mais qu'on soit. Pourquoi il n'y a pas la possibilité de ramener, c'est-à-dire, du jeu, qu'on a comme un cas pareil, t'opérer en même temps C'est-à-dire, on répare les vaisseaux parce que le vaisseau, il faut le réparer avant les 6 heures. Si ça dépasse les 6 heures, ça ne sert à rien de réparer un vaisseau parce que Class. La reperméabilisation... Ah. Une nécrose aussi. Il y a une structure, mais peut-être il y a des urgences beaucoup plus graves
تجيب شيروجيان كي فا كيتي لو تريك سي سي با تري نتمناو يعني لما لا يكون ان سيرفيس دو شيروجي فاسكولار بن عكنون حتى ان سيرفيس دو راديولوجي انا لاحظت يعني لا راديولوجي في بن عكنون عندكم ان سيرفيس دو راديولوجي عندكم ان سكانر اللي في اغلب الاحيان معطل راديولوج كاين واحد حنا نوجهوا نداء للوزاره نعم. الوزاره الوصيه حتى مستشفى بن عكنون يسحق دي راديولوجيست ويسحق ان سكانر اللي يمشي وزيد نقول لك حاجه حنا ثاني هذه لازم ثاني نطرحوها كاين جوج حوايج ثاني مليح حنا نهضروا عليهم المشكل الاول هي لا بانك دو سون ما كانش اون بانك دو سون فلاخر اوني توبليجي دونفوي لي بارون يروحوا لبنيمسوس باش يروحوا للسي تي اس تاع بنيمسوس باش يديروا دي دونور باش نجيبوا الدم للمرضى اليوم المرضى تاعهم لي بارون تاعهم دوزيامون سوفون لي سوجي اجي لي ريانيماتور اكزيج دي كوكور لي كوكور ما كانش فلاخر اوني توبليجي دافوار ان رونديفو نجيبوا ان رونديفو من بنيمسوس باش وهذه راح تضيع المريض تضيع له اسبوع الوقت. ولا 15 يوم الوقت وثاني اسمح لي ان سوجي اجي سي اون اورجونس باسكو ريسك دو فير دي كومبليكاسيون دو ديكيبيتوس يقدر يبو ديكومبونسي سي تار سي دي مالاد عندهم ديابيت عندهم ليبرتونسيون عندهم مشاكل بلوس تخليه او لي بلوس نتمنى هاد النداءات تسمحهم الوزاره الوصيه خاصه انه فيه مدير جديد على مستشفى بن عكنون سي رضوان فتاح ولو حاب يدير مشاريع في هاد المستشفى يوفقه باختصار وصلنا لنهايه الحصه بروفيسور يعقوبي على لانتيري دو لا روبوتيك نضحكوا على الذكاء الاصطناعي ولا روبوتيك اختم لي بهذا السؤال جد مهم على كل حال هضرتها لا تكنولوجي راهي تمشي تتماشى مع لو ديفلوبمون دو لا ميتين وقلنا الذكاء الاصطناعي الانتيليجونس ارتيفيشال راهي لحقت ايفيكتيف بارك اجور بارك الله فيك لحقت وين دوك لا شيروجي ولات بلا روبوتيك بلي بريز عباك واش وين لحقنا لحقنا بلي انت جراح راك في امريكا وانا راني في الجزائر لو روبو هذاك لاك انت راك مانيبيلي فيه لو جيست كي بريسي راهو تندرع في الجزائر على 7000 كيلومتر على 7000 ولا على الاخر باش تشوف لا روبوتيك وين لحقت هاد الامور هادو ان شاء الله كاين لا روبوتيك كاين ثاني ليتيليزاسيون دو تو سكيي بار اكزومبل انفورماتيك عباك دوكا اوني بريسي دون لا بلانيفيكاسيون دو لا شيروجي ولينا دوكا نخدمو ميم لا بروتيز سور ميزور تقدر ميم دير لو مول تاع لا هونش تاعك بار اكزومبل باش يكونوا لي كوب تاع لا ان فيت تاع لا شيروجي تاعك بور ميتر اون بروتيز وين لا بروتيز تكون سور ميزور مخدومه سبيسيالمون لو كور تاعك سبيسيالمون لارتيكولاسيون تاعك تنخدم دون ان تروك لابوراتوار ايتترا وحنا يجب ان نواكب هذه التطورات الحديثه باش نكونوا استادير بريسي 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 دون نوتر شيروجي نلحقوا وين اون رومبلاس لا شوز دون مانيير سومبلاب كيما خلق ربي تبارك وتعالى سبحانه هذا كل ما تمناه نتمنوا أن الوزارات وزارة التعليم العالي وزارة الصحة يستجبوا لهذه النداءات نداءات الأطباء بروفيسور يعقوبي وكل أطباء مستشفى بن عكنون وكل أطباء على التراب الوطني لأن عندنا كفاءة عالية يجب ندعمها أعزائي المشاهدين شكرا على حسن الإصغاء دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة.